باسم التيار الإصلاح الديمقراطي. مرحبا بك أستاذ عماد. أهلا بك. كيف تنظرون وكيف تقيمون هذه الهبة الشعبية الكبيرة التي نشاهدها على الشاشات، خاصة مع الأسف بعد سقوط عدد من الشهداء، 7 شهداء و550 جريح؟ يعني جماهير غفيرة من قطاع غزة تدافعت باتجاه الحدود التي تفصلنا عن أراضينا المحتلة عام 1948 منذ الساعات الصباح الأولى في مسيرة العودة الكبرى. هذه المسيرة التي اختار لها شعبنا في قطاع غزة أن تكون بلا راية حزبية ولا راية فصائلية ولا شعارات إلا الشعارات التي توحدنا. هذه الجماهير جاءت لتقول بعلم فلسطين الواحد وبدون قيادة سياسية في ظل هذا الانقسام البغيض الذي يعصف بالأرض الفلسطينية وبالقضية الفلسطينية، جاءت تقول أنها متمسكة بخيار الوحدة الوطنية، متشبثة في أرضها ومنزرعة فيها ولن تقبل عنها بديلا. جاءت لتقول بأن خطى الشهداء الذين سقطوا في يوم الأربعاء عام 1976 دفاعا عن أرضنا في الجليل وفي النقب هي ذات الخطى التي يسير عليها أبناء شعبنا في العام 2018 بعد 42 عام. هذه الجماهير قالت لا للانقسام، نعم للشراكة السياسية، نعم لقيادة إنقاذ وطني في وجه المؤامرات التي تعصف بالقضية وفي وجه مخطط صفقة القرن الذي يتهدد المشروع الوطني الفلسطيني بأكمله. جاءت لتقول أن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة لا يمكن أن يستمر ولا يمكن له يعني أن يسجن 2 مليون إنسان متمسكين ما زالوا بحق العودة، وهو حق كفله لهم المجتمع الدولي في القرار رقم 194. ذهبوا مسالمين ومع ذلك بطشت بهم قوات الاحتلال، ويعني في الوقت الذي جاء فيه هؤلاء المتظاهرون السلميون يدافعوا بالقانون الدولي عن حقهم في العودة، كان رد الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي مباشرة ليسقط الشهداء ويسقط الجرحى. ومع ذلك شعبنا بأكمله يقول بأنه ماض في هذه السبيل، ماض في هذا الدرب، حتى لو سقطنا جميعا شهداء سنظل نتمسك بثوابتنا الوطني. نعم، هم الاحتلال رفع درجة التأهب إلى الدرجة الثالثة على النقب وغلاف غزة، وهم دائما للأسف لا يأبهون بالدم الفلسطيني، لا يأبهون بتظاهرات، لا يأبهون بأي شيء، لكن حتما سيكون هناك رد خاصة مع كل المستجدات الأخيرة. نحن لسنا كباقي السنوات الماضية. أشكر جزيل الشكر المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي الدكتور عماد فتحي.